السلام عليكم بخير، لاباس عليكم هانين كلشي بخير. معكم معلم رضوان، واحد الفيديو خصيه ان شاء الله، واحد المعلومه مهمه على حساب الكليمه ديال الطوموبيل. مبدل الصوم لو نشوفو شنو عندك. قلنا الكليمه ما كتبردش مزيان، واخا غادي نشوفو شنو كاين، نعبرو الضغوط ونشوفو شنو كاين. مانو 134 R 134 كومبريسور في الدار هنا 16 28 ها واحد هنا ثلاثين بار، وصلت لثلاثين بار. إذن هنا المشكل من اش يقدر يكون؟ عندنا شارج فوق شارج، يعني الغاز في هذا القانون. ها المروحة تعمل بكامل قوتها، ها هي المروحة تعمل وكله يعمل بكامل قوته، إنما كاين مشكل في الشارج زايد بزاف، يعني الشحنة زائدة. الحل هو غنقصوا من الشحنة وغنشوفوا شنو غيطلع. الاكتشاف هو بالنسبة لهذا المشكل اللي كاين، هو الفريون مدير هنا، الفريون 22 22 غاز ماشي ديالها، يعني حاطين ليها غاز 22 ار 22. غنديروا الافراغ والتيراجو فيد ونعاودوا شارجيو بال 134 ا. هذا حاليا كنديروا التيراجو فيد المانو، الفاكيومتر هو ناقص 94.4. وغادي نشوفو معاه، فرج الله. الفاكوميتر دابا تيراجو فيد او سحب الهواء من المواسير اكتملة، حاليا عندو تعبئة تما. علاش غادي تمرس؟ حيدو الكوتي،
جزء من اللي هي وحيد بو شيء غيره بيضة خلاص حيدا؟ ها حيدا ديماري هو ديماري ديماري معك كليم سلام بخير لبس ليكم لا يعود الآن الضغط المرتفع الاش بي هنا الابي بي بعد تغيير الفريون او الغاز من القديم الى 134 الجديد لاحظ معي الضغوط هذا الاش بي هو 8.22 من ابي بي الضغط مرتفع والضغط ضغط منخفض هنا البوا تقريبا 430 لا زالت هنا بعد الجرامات غنزيدوها ها نحن دا انما لاحظ هنا هنا الضغط الحالة ديالو العادية حاليا داخل السيارة درجة الحرارة خارج السيارة 29 درجة هذا ترمومتر أو محرار درجة حرارة الكليمة 6.2 ها وهذا هو خارج 29 درجة مئوية ها مازال لا يعطي ها نحن دا لا ماشي مشكل خمسة فاصلة ثمانية وما زال قد يثبت حاليا صار يستعمل بي طريقة باش نحيدو المانو هوت هو الأول تفريغ الضغط في المانو أو في العداد سحب الهوت بريسيون اغلاق قنينة الغاز وحل الضغط المرتفع والضغط المنخفض
حتى يتعادل الضغوط، تتعادل الضغوط. والسحب ماسورة شحن. تصور هذه معانا هذا هذا مزيان قشط بلد. الهواء صادر عن الكليماتيزور، المخرج الهواء حاليا. دور عليه شويه كيبان داكشي مزيان. المهم هذه هي نهايه الفيديو، نتمنوا لكم. المشكله اللي كانت في هذه في هذه السياره هي شحنت بغاز غير 134 ا، شحنت بغاز فريون او غاز 22، وأدى إلى ارتفاع الضغط في المكتف، حساس الضغط بضغط عالي فيفصل، كانت تفصل وتعمل وتفصل تعمل وتفصل. حاليا اكتشفنا أن الفريون الذي موجود فيها ليس بمشي ديالها، يعني ليس بال 134 إنما 22. بعد إزالته وتفريغه بالبومبا فيت وشحنه بغاز اير 134، الضغوط رجعت الى مكانها، وكان الامور جيدا كما شفتوا في المانو او الترمومتر. البروده جيده، الضغوط ممتازه، عدم انقطاع من 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 البريستوسا او الاش بي، امور جيده جدا. وهذا هو نهايه الفيديو، وهذا هو اللي يمكن لينا نقول لكم. ولا عجبك الفيديو ولا عجبتك القناة، شارك في القناة ولا دير لايك يوصلك فيديوهات جداد. وتحية من المعلم رضوان، جميل الإخوان وجميل المتتبعين، ونتمنى لكم ساعة سعيدة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.